يقول: هل صحيح بأن الجن كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون شيئا من الغيب بدليل قوله سبحانه عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع ويخبرون بذلك السحرة؟ ما يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا الجن ولا غيرهم إلا من أطلعه الله. لكن الجن كانوا يسترقون السمع، يستمعون للملائكة، والملائكة يتكلمون بما أمر الله به، فهم يسترقون السمع من الملائكة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني استماع كلام الملائكة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا عند بعثة الرسول، حرست السماء عند بعثة الرسول. قالوا: وش اللي حدث؟ ما هذا شيء حدث عجيب، حراسة السماء. راحوا يتخبطون ويدورون ولقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة، فرجعوا إلى الشيطان وقالوا: وجدنا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. عرفوا السبب. نعم.